السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بغيت نتشارك معكم طريقتي في عمل بودرة الثوم. هاد بودرة الثوم اللي أصبحنا اليوم تنعملوها في العديد من الوصفات ديالنا، تنستعملوها بكثرة وتنحتاجوها. يلا معايا تشوفوا طريقتي والتفاصيل. غادي نحتاجو واحد المقدار ديال الثوم. انا عندي هنايا تقريبا 250 غرام، ما كاملاش، زدت منها تقريبا واحد جوج ريوس. غادي نعمل غير هاد الشويه هذا ونشوفوا مع بعضياتنا الطريقه. نقشروا الثوم ديالنا، نكونوا حطينا شويه في الشمس، يكون يبس واحد شويه، يعني يشرب شويه الماء، ما يبقاش فيه داك الماء قوي، من الافضل. ومن بعد نقشروه. الطريقه المعتاده باش نقطعوا الثوم هي بالموس، بهذه الطريقه هذه تنقطعوه ايفيلي، يعني ما تياخذش بزاف الوقت. وهناك طرق اخرى باش نعمل الكميه كلها. عملت هذه القطاعه اليدويه، تيكون فيها واحد الراس، واحد الموس ديال الشيبس. هذاك الموس ديال الشيبس تتقطعو مزيان، تتقطع الثومه رقيقه مزيان وبالزربه، دغيا تكملي الكميه، يعني تدوزيها هكا ودغيا يعني سريعه عمليه هاد القضيه هذه. من الاحسن نعملوه بهذه الطريقه هذه. الا ما عندكش تعملي بيديك، راه 5 دقائق وتكملي الكميه. المهم تتبقى الطريقه ديال التقطاع خاصه بكل واحد، حسب، يمكن يكون عنده شي طريقه احسن من هذه او محسن طريقه الموس. تتبقى الطريقه خاصه بكل واحد. ها هي الكميه اللي عطاتنا تقريبا 220 غرام، 230 غرام ديال الثومه. عطاتنا هاد الكميه هذه مقطعه رقيقه، الكميه اللي قطعنا وتنعملوها في واحد اللاطه ديال الفرن. تنفرشوها مزيان، من الاحسن نعملو بابي كويسون او ورق الطبخ، تنضمنو بانه ما عادش تلصق لينا او تحرق. يعني من الاحسن نعملوه وتنفرشوها مزيان، ما تكونش وحده فوق الاخرى، يعني نحاولو نستفوهم مزيان، خصوصا ان الكميه ماشي كبيره. الفرن في الوسط ديال الفران، يعني ما يكونش قريب من النار، وفي نفس الوقت تنعملو على درجه متوسطه، ما تكونش قليله ما تكونش مجهده. الدقيقه في درجه في النار المتوسطه في الوسط ديال الفران بالضبط 20 دقيقه، ما نفوتوهاش. الا فاتنا 20 دقيقه راه غادي تحرق وعطى هذه النتيجه هذه. ناخذ الثوم ديالنا من بعد ما جففناه بالطريقه اللي شفنا سابقا، غادي نعملوه في الميكسور ديالنا او في الطحان. هاد الميكسور هذا الا كان كبير غادي تعملي الكميه كلها، راه تطحن بسهوله. الا كان الميكسور يعني صغير تتعملي شويه بشويه، تعطي واحد النتيجه رائعه وتطحن بسهوله، وتنحصلوا على واحد البودره رائعه وكميه لا باس بها. يعني 230 غرام او 250 غرام تعطينا واحد الكميه لا باس بها، بينما في المحلات كميه صغيره تدير 14 درهم، وتحتوي هذيك البودره على مواد حافظه ومواد اخرى منكهه ما عرفناش. اما هذا فتيكون مضمون 100%. الثوم ديالنا كملناه. تنتمنى انكم تعملوا هذه الوصفه في الدار، هذه الوصفه راه مضمونه، هذا الثوم هذا تيطلع رخيص وكذلك مضمون، ما فيهش مواد حافظه. تنتمنى اللي عجبته هذه الوصفه يعمل لي لايك ويشترك معايا، وشكرا لكم جميعا.